السلام عليكم ومرحبا بكم جديد في قناة شيف ليلى جاستخونومي. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض واحد الكاطو كيجي هائل بالفخوي، كيكون بحشوة ديال الفواكه من الداخل. فكنتمنى الا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة ديالي تنقول لكم مرحبا بكم، اشتركوا في القناة بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، ابوني او سبسكرايب، وكذلك بتفعيل الجرس اللي كيكون حدا الاشتراك باش يوصلكم كل ما هو جديد. فبسم الله على بركة الله نبداو بالمقادير وطريقة التحضير. اذا هذا الكاطو فغادي نبداو باول حاجه على بركه الله هي لا جينواز. فغادي نحتاجوا لها 125 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، عندي 25 غرام ديال المايزينا او نشا الذره، 125 غرام ديال السكر الخشن او سنيده، 4 البيضات وشويه ديال الفاني. هذوما المكونات وندوزو طريقه التحضير. في واحد الاناء غادي نوضع البيض جميع المكونات ما عدا المايزينا والدقيق، غادي نخليه حتى الاخير. فغنوضع البيض كيف قلت لكم 4 ديال البيضات، وغادي نوضع مع السكر والفاني وغنوضعهم يطربوا مزيان، يعني مده ديال 10 ديال الدقائق حتى كي يدوبل عندنا الخليط على 3 المرات. فانا غادي نستعمل العجانه، الطراب ديال العجانه، وانتم تقدروا تستعملوا الطراب الكهربائي. من بعد ما كيصبح لنا الخليط على هذا الشكل كيولي كيتشكل هكذا، كنهزو ونشكلو الخط كيف ما بغينا وكيبقى باين، صافي كيكون الخليط ديالنا واجد. فهاد الاثناء كنزولو هذاك الطراب وكنجيبو واحد الصفايه غادي نوضعو الدقيق الابيض وكذلك الدقيق المايزينا اولا نشا الذره ونغربلوهم باش الا كان شي شوائب اولا شي كويرات بحال هكا كنزولوهم، وكناخذوا فقط سباتول وكنبداو كنخلطوا من تحت للفوق حتى كينسجم لينا هذاك الدقيق مع المكونات الاولى، ولكن بلا ما نطيحوا هذاك البيض، يعني كيبقى عندنا واحد الهواء داخل هذا الكيك، يعني نخلطوه من تحت للفوق برفق على هذا الشكل. من بعد ما كنتهي من الخلط ديال المكونات مع بعضها وكذلك حتى كينسجم لينا الدقيق، فكناخذ واحد الاطار اولا مول العبار ديالو ما بين 20 حتى 24 سنتيم، وغادي نفرغ فيه هذا الخليط وندخلو الفران لمده ديال 20 دقيقه على حراره متوسطه، ونعاودو نتلاقاو باش نكملو باقي المكونات. اذا بالنسبه للسيرو اللي غادي نستعملو للسقي، فعندي هنايا 100 مليلتر ديال الماء مع 50 غرام ديال سكر سنيده حتى 60 غرام حسب الذوق، ومع الفاني. الا كان عندنا العود ديال الفاني فبيكون من الاحسن، لكن انا غير متوفر عندي فممكن نستعملو الفاني ليكيد. غادي نوضع هاد المكونات كلها مع بعضها في كاسرونه ونوضعهم على النار حتى كيعقد لينا هذاك الخليط، كيصبح لنا شويه عاقد، ونزولو ونخليوه يبرد باش نسقيو لا جينواز ديالنا. فانا غادي نوضعو فوق النار وندوزو نكملو باقي المقادير اللي غادي نحتاجو لهذا الحلو. اذا بالنسبه للمقادير ديال الكريمه فغادي نحتاجو على بركه الله، عندي 375 مليلتر ديال لا كريم فريش، انا كنستعمل هولالا اللي هي ديجا فيها السكر، عندي كذلك 375 مليلتر ديال الحليب، 3 الاوراق ونصف ديال الجيلاتين ما يعادل تقريبا واحد 10 ديال الغرام، عندي 3 ديال الاصفر ديال البيض، 80 غرام ديال السكر الخشن اولا السكر سنيده، عندي كذلك 30 غرام ديال المايزينا، 30 غرام ديال الزبده حيوانيه بطبيعه الحال، عندي الفاني الا كان عندنا عود ديال الفاني فكنستعملو عود ديال الفاني، انا غادي نستعمل فقط الفاني ليكي. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو لصنع الكريمه، وندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نديروها هي غادي نوضع الجيلاتين في الماء باش كيدوب لينا، غادي نوضع الجيلاتين في الماء باش ملي نسليو يكون ديجا دار، وغادي نوضع الحليب في كاسرونه
هو الفاني، ونديرهم فوق النار حتى كيغلى لينا هذاك الحليب. نزيد عليه الفاني ونوضعهم فوق النار. في هذه الاثناء غادي نرجع الكريمه للثلاجه باش كتبقى لينا بارده، وغدا نطرب اصفر البيض مع السكر سنيده حتى كيتخلطوا لنا مزيان. غادي نخلطهم جيدا. من بعد ما كنخلط داك اصفر البيض مع سنيده غادي نضيفو المايزينا او نشا الذره 30 غرام، ونخلطهم مع بعضهم حتى هما كذلك. اذا من بعد ما كيطلع لينا الحليب مزيان وكيسخن غادي نبداو نضيفو بشويه بشويه ونخلطو باش ما كيطيبش لينا البيض. نخلطو بسرعه ثم نضيفو كميه اخرى. حنا كنضيفو وكنخلطو في نفس الوقت. ثم غادي نرجع هذا الخليط للكاسرونه ونعاود نرجعو فوق النار ونبقاو نحركو حتى كيقصح لينا الخليط. صافي كنستمروا في التحريك حتى كيطيح لينا الخليط وكيصبح هذا الشكل، ونزولوا من فوق النار كيصبح لنا على هذا الشكل. غادي نرجعوا نفس الصلاديه اللي خلطنا فيها في الاول هذا الشكل. انا كنتحصلوا على كريم باتيسيير. ثم غادي نضيفوا الان الجيلاتين، نقطروها مزيان من الماء ثم نضيفوها ونعاودوا نخلطوها مزيان باش كتذوب لينا مع الكريمه. بهذا الشكل صافي. من بعد ما كيذوب لينا الجيلاتين غادي نضيفو داك 30 غرام ديال الزبده ونخلطوها حتى هي مع بعضها مزيان حتى كتذوب لينا كذلك مع الكريمه. بهذا الشكل صافي كيكون عندنا الخليط جاهز. غادي نغطيوه بالفيلم اليمونتير ونخليوه حتى كيبرد تماما فقط في حراره المطبخ، ونعاود ندخلوه شويه الثلاجه باش كيزيد يبرد، ونعاود نكملو باقي المراحل. نوريكم طريقه باش نغطيو هاد لا كريم باتيسيير ديالنا، هو انه ضروري يكون الفيلم اليمونتير ملامس للوجه ديال الكريمه، يعني ضروري ما يكون ملامس ليه على هذا الشكل باش ما كتكونش عندنا واحد القشره ديال لا كريم من الفوق. صافي ونخليه حتى يبرد ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. اذا من بعد ما كتبرد لينا الكريم باتيسيير كنخليوها على جنب. كناخدو واحد الاناء اخر اللي غادي نطلعو فيه الكريم فريش، كانت في الثلاجه بطبيعة الحال. دائما الكريم فريش نخدمو بها ديريكتومون ملي نطلعوها من الثلاجه، ومن الاحسن الا ما كانش كطلع لينا بسرعه فهاد الاناء اللي غادي نخدمو فيه كذلك الطراب الكهربائي نوضعوه من قبل في الكونجيلاتور باش كيساعدنا انه هكذا كيطلع لينا الكريم فريش بسرعه. فغادي نطلعوا الكريم فريش حتى كنحصلوا على واحد الكريمه. اذا من بعد ما كنتهيو من الطراب ديال الكريم فريش
غادي ندوزو نطربو الكريم شانتيي بغيت نقول لكم الكريم باتيسيير فغنطربو واحد شويه فمن بعد ما طربنا وصبح لنا بحال الكريمه غادي نبداو نضيفو غنضيف شويه ديال الكريم فريش ونعاود نخلط مره اخرى باش نمتزج لينا داك الكريم فريش مع الكريم باتيسيير فمن بعد ما كتنسجموا لينا بجوجهم غادي ناخذ هذا الكريم فريش اللي بقات لينا صافي ونضيفوا هذا الكريم الاولانيه الكريم فريش اللي بقات ونعاودوا مره اخرى نخلطوهم مع بعضهم حتى كتنسجم لينا الكريمه كلها صافي من بعد ما كنحضروا الكريمه غادي نخليوها على جنب وندوزو باش نكملوا المونتاج ديال الكيك اذا في المونتاج فغادي نتوكلوا على بركه الله عندي هنا واحد الكارطون اللي كنستعملوا في الحلوه عندي سيركل بنفس العبار ديال المول اللي خدمنا فيه الجينواز وعندي هنا الجينواز اللي خدمنا من قبل مع بعض فقطعتها على جوج غادي ناخذ طرف من الجينواز نوضعه في الوسط وغادي نخليو واحد الجوانب واحد شويه من الجوانب فارغين باش ندخلو فيه الفواكه اوكي هنا السيرو اللي حضرنا مع بعض بالنسبه للفواكه فعندي هنايا تشكيله من الفواكه عندي المونغ الكيوي الخوخ معلب كذلك شويه ديال الاناناس تشكيله حسب اللي متوفر عندنا في المنزل ماشي ولا بدا يكون عندنا كل شيء وعندي بالنسبه للتزيين فكذلك استعملت الاناناس الخوخ معلب المونغ الكيوي شويه ديال العنب وشويه ديال لي سوريس وهنا الكريمه اللي حضرنا مع بعض ف كنوضعو كيف ما قلت لكم لا جينواز هكذا في الوسط فقط خصني نقادها بهذا الشكل باش نخلي الجوانب شويه فارغين الجهد اللي نوضع في الفواكه غادي ناخذ السيرو اللي حضرنا مع بعض بالنسبه للبنات اللي ما بغاوش يستعملوا هذا السيرو فهذاك السيرو اللي تيكون في الفواكه المعلبه نقدروا هو نفسه نستعملو تيكون حلو ديجا فغادي نسقيو هاد لاجينواز مزيان على هذا الشكل صافي وغدا نوضع كميه من الفواكه في الجوانب غنوضع الاناناس على هذا الشكل ثم نوضع شويه ديال الخوخ كيوي والمانغ ونكمل الدوره كامله بنفس الطريقه اذا من بعد ما كنكمل داك الدوره ديال الفواكه غادي ناخذ الكريمه ونوزعها هكذا على الكيك او لاجينواز وحتى على الفواكه فوالا صافي ونحاول انني نقاد هذيك الكريمه بهذا الشكل ونطلعها على الجوانب بحال هكا يعني نعمر الفراغات بهذا الشكل ثم نسحب للفوق نخرج ونسحب للفوق بهذا الشكل اوكي باش كيجينا الكاطو ديالنا مفيني مزيان ما يكونش فيه اي فراغ بحال هكا دائما نسحب للفوق بهذا الشكل فمن بعد ما قديت هذاك الكريمه غادي ناخذ الفواكه نحاول انني نخلطها ونمزجها مزيان مع بعضها يعني ما تجيناش كل حاجه بوحديتها
ونعمر بها وسط الكريمه بهذا الشكل. صافي نوزعها على الطريقه هذه. الى عندنا حتى الفخيز ممكن نستعملوه، عندنا فواكه اخرى كذلك ممكن نستعملوها. صافي نوزعوها مزيان مزيان. صافي من بعد ما وزعنا الفواكه غادي نوضع واحد نسبه قليله من الكريمه وحتى هي نحاول انني نوزعها بشكل متساوي غير باش تقبط لنا هذاك لي فخوي. فمن بعد ما وزعت الكريمه غادي ناخذ هذيك لوجينواز اللي بقات لينا ونسقيوها هكذا على برا بالسيرو المتبقي عندنا. صافي ونرفعوه ونوضعوه فوق الكاطو ديالنا على هذا الشكل. نحاولوا نضغطوا عليه باش ياخذ لينا الشكل المقعد. ثم غادي ناخذ المتبقى من الكريمه ونوضعها فوق الجينواز. نحاول انني نعمر الجوانب. صافي ونوزعها بشكل متساوي ونقاد تحت الوجه ديال الجاتو. نحاولوا نوزعوا الكريمه بهذه الطريقه هذه. فوالا ناخذ واحد السباتشي نحاولوا اننا نقادوا لها الوجه ديالها. ثم ناخذ واحد شويه ديال الكونفيتور حاجه اختياريه نوضعو هكذا من الفوق غير شويه ماشي بزاف بهذا الشكل. صافي من بعد ما كنتهي من وضع الكونفيتور بالنسبه للديكوراسيون فكنديكوريوها كيف ما حبينا. ف كيبقى حاجة اختيارية. فأنا غادي نديكوريها ونعاودو نتلاقاو إن شاء الله باش نشوفوها في الشكل النهائي ديالها. كيف ما قلت لكم فهو كيبقى ديكوراسيون ديال هذا الكاطو اختياريه كيف ما حبينا نديكوريوها نديكوريوها. فمن بعد ما انتهيت من التزيين فكناخذوا الناباج وندهنوا بها هذيك الفواكه باش كتعطينا واحد اللمعان وفي نفس الوقت ما كتكحلش. فغندهنوها مزيان بالناباج ونغطيوها وندخلوها كتبات ليله كامله في الثلاجه حتى كت تجمد لينا هذيك الكريمه مره اخرى وكذلك الكاطو ديالنا كيقبض فراسو. فانا غادي نكملها ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوها في الشكل النهائي ديالها. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو. كنتمنى انه يكون نال الاستحسان ديالكم. كذلك كنتمنى الى عجبكم الفيديو خليوا لي لايك وبارطاجيوه ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم كي تعم الفائده. وكذلك كنتمنى انكم تشتركوا في القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أبوني أو سبسكرايب وتفعيل الجرس بيوصلكم كل ما هو جديد. فخليوا لي تعليق إذا حبيتوا الفيديو. كذلك نتمنى أنكم تشتركوا معايا بالآراء ديالكم وبأي حاجة حبيتوا نحضرها مع بعض. فخليت لكم راحة وإلى وصفة قادمة بإذن الله.